ومعنا أيضا الزميل أيمن دياب مراسل صدى البلد في محافظة الجيزة، من محافظة الجيزة. أستاذ أيمن مساء الخير. أولا يعني أود أن يعني تقرأ لي المشهد في هذا اليوم، الفئات الاجتماعية اللي موجودة، مدى الإقبال. نحن الآن يعني قاربنا على بقينا حوالي ساعتين ونصف وتغلق اللجان الانتخابية أبوابها. مساء الخير يا استاذ مصطفى، ومساء الخير على حضرتك وعلى كل مشاهدي صدى البلد. في الحقيقه يا استاذ مصطفى انا حابب يعني اشكر سعادتك على المقدمه الرائعه، وحابب اوصل لسعادتك كل اهالي الجيزه هنا. في الحقيقه احنا لو كنا فرحنا امبارح بالحضور الانتخابي، النهارده احنا منبهرين، يعني حاجه في منتهى الفخر، في منتهى يعني السعاده. احنا بنشوف زي ما حضرتك تفضل وكانها اول مره انتخابات. في الحقيقه مصر بتشهد حاله من الفخر، حاله من السعاده الشديده. حابب اقول لحضرتك انا هنا في شارع البحر الاعظم بمحافظه الجيزه، من امام مؤسسه ابو العنين، عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. حابب اقول لحضرتك يا استاذ مصطفى، التحالف الوطني بيعمل مجهود جبار. التحالف الوطني مش بس مساعده ودعم وتمكين اقتصادي ومساعدات طبيه واجتماعيه، لا ده كمان يعني توعيه وحث الناس على المشاركه في الانتخابات. في الحقيقه احنا هنا المشهد زي ما حضرتك شايف يا استاذ مصطفى، احنا من الصبح، من الصباح الباكر، من الساعه 7 صباحا لليوم الثاني على التوالي، حضور وحشود، مش حضور عادي، حشود لدرجة ان شارع البحر الاعظم ممكن يقف بالدقايق، ويعني ممكن توصل لربع ساعة الناس مش عارفة تمشي من كتر الناس متواجدة هنا امام احد مقرات التحالف، امام مؤسسة ابو العنين للنشاط الاجتماعي. الحقيقة التحالف يا فندم بيقدم دعم، من امبارح كانت فيه 100 سيارة بتنقل السادة المواطنين البسطاء، المرضى، كبار السن، ربما يعني الناس البسطاء اللي ممكن يا استاذ مصطفى معهم، انا اسف الكلمة، يعني لم يتمكنوا من احضار اموال للذهاب الى اللجان. في هنا التحالف بيعد سيارات لنقل المواطنين الى اللجان، في عدد كبير من اجهزه اللابتوب والكمبيوتر لاستدلال المواطنين على مقراتهم وعلى لجانهم وعلى ارقامهم الانتخابيه. بيساعدوا الناس كمان في توفير كراسي متنقله للمرضى وكبار السن. حاله يا مصطفى احنا اول مره نشوفها، مع اننا بنحضر انتخابات كتير، لكن انا عايز اقول لك هنا في الجيزه حشود و حاجة عظيمة جدا. الناس في الحقيقة يعني فخر لينا كلنا، احنا سعداء، لم نتخيل هذا الكم الكبير وهذه الحشود. بقول لسعادتك عن تقريبا قبل ساعتين ونص من غلق باب التصويت اليوم الثاني على التوالي، ما زالت المواطنين، ما زال المواطنين يتوافدون للحصول على ارقامهم. شكرا جزيلا لك استاذ ايمن دياب، وانا معاك طبعا في دور الشرطة. الحقيقة النهاردة اللواء هشام ابو النصر مساعد الوزير ومدير امن الجيزة بيتابع بنفسه الحقيقة كل مشكلة، كل أي أزمة، أي إعاقة، ولو أنه يعني بالفعل كل المعاقات بتزال من أمام الناخبين، ورجال الشرطة بيأدوا دورهم على الوجه الأكمل. تعالوا